انا نوهت عنها في بدايه الحلقه وقلت يعني مش فكره نجمه بس، هي نجمه اهلاويه تقيله جدا، تابعها على تويتر هتنبسط جدا وهتلاقي قد ايه في عشق للاهلي يعني في التويتات اللي بتكتبها والمتابعين بتوعها والريتويتس الموجوده. انا نفسي متابعاها وبحب جدا التويتات الخاصه بالنادي الاهلي ده، غير طبعا اعمالها الفنيه، غير ان هي شخصيه على الحقيقه جميله جدا بجد. خلينا نرحب بالنجمه الجميله الكبيره ندى بسيوني. بونسوار قوي بقى. بونسوار جدا نهاوند، مبسوطه جدا ان انا موجوده في قناه الاهلي. بيتك ده بيتك بالظبط، مرتاحه يعني، حاسه براحه. ولون احمر النهارده مش سهل، ده مخصوص للاهلي. كريم عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك ان كلمه هو عجز عن الكلام. كلمه منوره في حالتك انت بصفه خاصه ما بتبقاش تعبير مجازي، لان انت فعلا بتنوري المكان اللي بتبقي موجوده فيه. ربنا يخليك يا كريم، كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم عليكي. وانت طيب. وسيبوني اقول كلمه كده عايزه اقولها في الاول، كل سنه والاهلي طيب وبخير وبانتصارات وبطولات ويفرحنا، عشان الاهلي هو فرحتنا بجد، فرحتنا الحقيقيه. صحيح. انا عايزه اقول لكم انا مفيش حاجه بتبسطني قد لما الاهلي يلعب حلو ويكسب ويفوز. صحيح، يعني اداء ونتيجه فعلا بالزبط بتفرق بشكل كبير جدا، ونلاقي التيشيرتات والاعلام في صور طبعا نزلت طبعا. ايوه ايوه عندي انا كل التيشيرتات. احنا عندنا ملف الاهلي وعندنا ملف الاعمال الخاصه بيكي وعندنا ملف رمضان، تحبي نبدا بايه؟ اللي انت عايزاه، بس نبتدي بالاهلي عشان انا مبسوطه وانا في استوديوهات الاهلي. أيوة. انت مش فاهمه فرحتي قد ايه. انا حتى بعمل برنامج لما بعمل فيه فقره رياضيه وبتكلم فيه على الرياضه والاهلي ببقى بضحك من هنا لهنا. هم بيقولوا لك، وانا سمعت وجالي الاخبار بيقولوا لك خليكي حياديه، بس انت ما بتبقيش حياديه. هو مين مش اهلاوي حيادي؟ ما لا، حبك للاهلي بيبقى باين غصب عنك، ودي فعلا شفناها، بس يعني هنقول لك ايه، ليكي حق مش كده؟ طيب طالما هنبتدي بالاهلي، تحبي تبتدي بايه بالظبط في ملف الاهلي؟ إيه طبعا ان كل سنه والاهلي كلنا طيب طبعا. وانتوا عملتوا حاجات كتيره حلوه، اهداءات لعيد الاهلي، وبعدين انا محضره هديه للاهلي في عيد ميلاده. الله. انا اخترت اربع تجوان، الاربع تجوان دول من احلى اجوان الخطيب الله عملهم، وهم مش اربع تجوان له، اربع تجوان هزه الشباك عموما. فدي هديه للجمهور الاهلي حبيبي، عشان انا من الجمهور ده. احلى اربع تجوان نشوفهم، خلينا نتابعهم كده يا جماعه لو جاهزين فعلا. يلا محمود الخطيب كان أسطورة صعبة تتكرر، نجم لمسته للكرة مختلفة عن أي لاعب تاني. شفت الجول اللي فات ده اللي جاب تقريبا من نص الملعب وكام مدافع كان عظم موجود؟ قذيفة مدفع عنده حاجه، او من اللعيبه مهارات جنب المهارات في كاريزما مش عند كل اللعيبه. خلينا نبقى برضو نتكلم بطريقه يعني صريحه، لا ما شاء الله مهارات، خبره في الملعب، حضور، كاريزما، يعني بتستمتعي وانت بتتفرجي فعلا اجيال ورا اجيال. وانت بختار على فكره جوال مش سهله، لا ده يدل على لا لا دي بطولات، ده حاجه في المحله وحاجه في كيس بطولات. ولا ورجوعا للنقطه اللي كنتوا بتتكلموا فيها برضو، حته اكيد تفصيله التكامل الاخلاقي المهاري اللي طول عمر كابتن محمود الخطيب كان بيتميز بيه على الصعيدين الشخصي الانساني يعني وفي ارض الملعب، دي برضو حاجه ما حصلتش مع ناس كتير او ما حصلتش لناس كتير. فكونت في نهايه الامر شخصيه استثنائيه، يعني كلاعب استثنائي، كانسان استثنائي، كاداري استثنائي. الحقيقه يعني كلام كتير ممكن يتقال في هذا الاطار، بس هديه جميله منك. هديه جميله. بس عايزه اقول لك هي الحكايه مش هو بس استثنائي. لما هو يبقى بالاخلاق دي طبعا، احنا كمان النادي بتاعنا كده ولاعيبتنا كده، ودي سلوك الاهلي وسلوك الاهلاويه. صح؟ صح. لان جدا انت بتكتسب منه كمان. وغير كابتن محمود، كابتن صالح سليم، يعني طبعا كل حد جه الاهلي كلهم قدوه، خدموا بشكل يعني كافي
وخدموا بشكل فعلا محترم وسابوا بصمه، واللي جه بعدهم كل واحد بيكمل الدور اللي قبليه كان شغال فيه. ف 115 سنه كل سنه واحنا جميعا بخير. وعايزين بالزبط. نتكلم عن الجماهير برضو، لان الدعم الاساسي والرئيسي لجيل ورا جيل. احنا بقى ولما يبقى كده جمهور جميل كده بتفرق يا جماعه برضو، مش اي حاجه. بقالك سنين قد ايه بتروحي؟ كنت كمان تحضري ماتشات؟ انا كنت بروح، انا عايزه يعني بقى افريقيا وبطولات افريقيا، كنت بتسافري ورا النادي وفي الاستاد يعني، وبتروحي عادي ولا بيهمك، واعمل العلم وبتاع والبس احمر وما بقعدش في مقصوره ولا بتاعي، قاعده في وسط الجماهير الحقيقيه اللي احنا مفتقدينها. مواصفاتهم ايه بالمناسبه؟ لان كلمه الجماهير الحقيقيه دي بتاخد الذهن كده. الجماهير الحقيقيه اللي بتعرف تشجع، اللي بتهز كده الاستاد، مش جماهير السوبر ماركت. انا مسميه الجماهير البسكوتات دول يعني جماهير السوبر ماركت. الكلام ده الاجيال الاجدد؟ لا، مش ولا الأجيال. عشان السوشيال ميديا برضو غيرت من اليه التشجيع؟ لا، هو الدواعي امنيه، انت قافل وبتختار الناس وحاجات كده علشان الظروف اللي حصلت. لا، انا بكلمك على كواليتي المشجع ذات ما هو كواليتي اختلف يعني. لا، جمهور الكوره هو في العالم كله يعني، لا يختلف عن مصر واوروبا وبتاع. لا بالعكس، ده يمكن في اوروبا يعني في تعصب وشماريخ وبتاع واكتر مننا وضرب وقتل وناس بتموت حاجة. يعني حاجه صعبه طبعا. هي الكوره كده. تاني حاجه عايزه اتكلم عليها، دام قلت لي بالترتيب على الماتش الاخير للاهلي، عايزه اقول بغض النظر عن اي حاجه، عايزه اقول ان احنا كنا ابطال فعلا في الماتش، وان احنا فريق بجد قوي وبيتحمل الصعاب عادي، ومن غير ما يعمل شو بيتحمل حكام مش مظبوطين، بيتحمل ارض الليزر والحزايز دي، ما طول عمرنا بنستحمل ليزر. يعني احنا كاهلي احنا مش على طول بنتعرض للليزر والازايز اللي بتترمي وكل الكلام ده. لعيب بيعرف يلعب تحت ضغط، صح؟ لعيب الاهلي في الحقيقه يعني. فطبعا تحيه لهم كلهم على المتاح لهم من خطه موضوعه لهم، هم لعبوها فهم لعبوا كويس وحققوا الحمد لله ان احنا تاهلنا طبعا. فتحيه لهم قويه، وخصوصا الشناوي. انا لسه كنت هسال والله العظيم السؤال، كنت عايزه اقول لك مين اكتر لاعب يعني كده في شويه. لا هو بطل يعني، هو بطل ومن اسباب الصعود بتاعنا كتير وشال لا هو نسر المباراة شناوي الحقيقة. قابلتي مين على الحقيقة من اللعيبة وأكتر حد تعرفيه مثلا؟ لا، لعيبة أنا قابلت كتير يعني. مين أكتر حد على تواصل معاه؟ يعني جيل الألفينات ده كله اللي هو بداية الألفينات ده كله، كلهم قابلتهم يعني. وكلمتهم في التليفون، بيكلموني حاجات كده. ومتابعينك على تويتر؟ ومتابعيني على تويتر وانا متابعاهم. أيوة. كل حاجه حلو جدا يعني. شوبير من الناس اللي قابلتهم كتيره، مجدي عبد الغني، كابتن شوبير، وفي ايفنتات كتير اكيد التقيته طبعا. بحب قوي وليد سليمان الحاوي والصقر كابتن احمد حسن، كله موجود. وطبعا انا في البرنامج بتاعي في قناة الشمس ده قابلت لعيبة كتير من الأهلي ضيوف. احنا بقينا زملاء كمان، ملاحظة. كل مرة الموضوع بكرة نلاقيكي في الأهلي معانا بقى. لا يا نفسك في أنهي أكتر؟ يعني ما شاء الله عاملة شغل جميل على الصعيدين، لكن أنا بتكلم على حتة الإعلام، هل بتلاقي نفسك أكتر في تقديم البرامج أو على الأقل بنفس قدر السعادة اللي بتحسي بيها؟ لا طبعا. وأنت بتأدي دور ولا الوضع مختلف؟ أنا ممثلة. ولكن أنا لو انا اخترت او فكرت ان انا ابقى مذيعة لفترة معينة يعني، فكرت لان انا عندي كلام عايزة اقوله، عندي رسالة عايزة اقولها، لو حد واحد استفاد منها هبقى انا كسبت. عندي رسالة ايجابية للمجتمع، عندي رسالة ان انا ابين نرجع للجار والطبق اللي بيلف طبعاً. نرجع لعاداتنا وتراثنا وتقاليدنا الحقيقيه، ماهيه المصري اللي بيحاولوا يلغوها فيما يقدم من دراما، فيما يقدم من اشياء كتيره يعني. فهو ده اللي انا بعمله. هتاخد جزء من كلامنا معاكي برضو، بتتابعي ايه وبتشوفي ايه وعاجبك ايه واعمالها ايه واللي جاي ايه طبعا كل ده. بس احنا عندنا فاصل، هنروح فاصل سريع جدا، نرجع نكمل مع الجميله ندى بسيوني. خليكم معانا.
اهلا بكل حضراتكم، رجعنا عشان نكمل قعدتنا ودردشتنا الحلوه مع نجمتنا الحلوه الجميله، جميله من جميلات الفن المصري، الفنانه الجميله ندى بسيوني، اللي كنا بنتكلم معاها قبل ما نطلع الفاصل عن كتير من الجوانب اللي ليها علاقه بالنادي الاهلي كرويا، كان كلامنا الى حد كبير. تعالوا بقى نروح لرمضان والنجمه ندى بسيوني، ورمضان شامل بقى طقوسه مسلسلاته، لو ليكي برضو اي تعليقات على المسلسلات، بتتابعي حاجه معينه السنه دي ولا لا؟ رمضان بالنسبه لي انا دايما بحس ان هو وش الخير في الحقيقه من اول بداياتي يعني. جميل. دايما الاعمال كلها الحلوه كانت بتتعرض في رمضان ولا زالت. رمضان يمكن السنه دي انا ما عرفتش استمتع بيه عشان بصور مسلسل، بطولتي مع ايمن عزب، شريف خير الله، استاذ صبري عبد المنعم، عنبر، وفاء سيف، مجموعه كبيره كده، وهو مسلسل سسبنس وحاجات كده. فمسلسل مجهوده النفسي والعصبي والجسماني، لانه فيه اكشن وضرب وحاجات كده. لا ما تقوليش بقى هتضربي حد؟ لا انا بتضرب بس ليا مشهد هنتقم، فانا بقول لهم ايه المشهد بقى اللي انا هنتقم، اللي ضربني وقعني وخبط راسي في البتاع وزرقني وبتاع، من فضلكم تعملوا لي فيه قلم، لان انا بجيب يعني بجيب بلطجيه وبروح اجيب للجمهور الاهلي ونيجي. فقلت لهم من فضلكم، وهو زملكاوي الواد اللي عمل كده، بس معلش يعني ما علينا اصحابنا. فبقول لي لا بس هم الحكايه فيها يعني احنا بنهزر، لا اهلاوي وكل حاجه. فرمضان السنه دي انا ما عرفتش تشوفي بقى حاجه، يعني ما عرفتش ابقى مع اهلي واخواتي وحاجات كده. يعني غصب عني بنقعد طبيعه شغلك ما فيهاش مشكله طبعا. ما تابعتش حاجات كتير يعني، يمكن شفت حاجات من الاختيار حلو قوي، شفت حاجات من الكبير قوي عشان بموت في احمد مكي، كمان يجنن حلو قوي، خالد النبوي عامل حاجه حلوه، يعني شفت مقتطفات هقعد اتفرج عليها بعد كده. بسطنا ان كان في ريحه اسامه انور عكاشه، رجعنا نشتمها مره ثانيه في رمضان من خلال راجعين يا هوا. راجعين يا لا وخالد ممثل سهل الممتنع، راجل متعلم كده، عشان احنا كنا في المعهد مع بعض. لا هو فنان جامد قوي. ما طلعتيش في اي حاجات اسمها مش مسابقات، البرامج اللي اسمها ايه؟ برامج المقاد هو الكاميرا الخفيه. لا لا في الحقيقه. ولو طلعتي مره مثلا؟ انا طلعت مره بس انا يعني بصي ما قررتيهاش. لا ما قررتهاش، وما بحبش البرامج كمان اللي فيها يعني بيلعب على حته كده معينه، ما فيهاش حاجات لطيفه مع الجمهور. ما بقى ده احنا في شهر كريم يعني لازم يكون. وبعدين احنا بنعلم الناس ايه يعني، لما تدخلي في تحدي وتبقي بتقولي كلام وحش، ومثلا المذيع يضطر يعني يخلي الضيف قدامه يضطر يغلط فتترفع عليه قضيه، ايه المناظر صحيح دي؟ يعني مش صح، ما بحبش. لو ما كانش رمضان ده، لو ما كنتيش مشغوله فيه للدرجه دي وتصوير مسلسلك، في الظروف العاديه في رمضانات سابقه لما ما كانش عندي فيها تصوير، هل ليكي طقوس معينه؟ يعني ايه اللي بيختلف حتى في شخصك في الشهر ده؟ هقول لك حاجه، انا مواعيد نومي هي انا بصحى الفجر، حتى في رمضان بصحى الفجر. بتصحي الفجر وتكملي؟ واكمل. دي نقطه صعبه. واكمل يعني هو ده الترتيب بتاعي. بفطر ما بتسحرش نادرا، لان غالبا بصحى على الفجر على طول. فما يعني ما بلحقش السحور. بس هو ده السيستم بتاعي. بس في الفطار بفطر يعني باكل كويس، واكل حلويات، كل يعني بيبقى الشاي اللي باللبن والشاي الاخضر والقهوه كلهم جنب بعض، والحاجات الحلوه الكنافه ولا بتاع حاجات كده جنب بعض، والفطار عادي يعني فطار. مش يقول لك اصل انا بحب افطر خفيف، لا انا بحب افطر. انا زيك حته السوب بقى شوربه وبتاع في الاول، لا يعني مكرونه خضار رز. يقول لك انا ما باكلش كويس على الفطار ازاي يعني؟ لا يا جماعه ازاي؟ بس ما باكلش تاني بعد كده. لا انا باكل برضه مع السكر. لا مش باين. والله. لا هي عارفه لو بتاكلي لما تاكلي وجبه متكامله ما تتخنيش. كمان. لانك اكلتي الوجبه المتكامله وما تسحرتيش بقى خلاص. فعدد الصيام، في ناس بتعمل ريجيم بساعات الصيام.
يوم الحد اللي فات يوم الحد اللي فات في الحلقه انها ود كانت جايه خائره القوه بالمعنى الحرفي للكلمه. وده كان موضوع بالنسبه لي كان غامض لغايه لما هي يعني من نفسها صرحت بالسبب اللي ورا الخمول ده. قالت لك ايه؟ قالت لك كان في برام رز معمر نازل للترابيزه. حلو. يعني البرام كان جواه ايه بقى؟ لحمه فراخ. بس البرام بقى ده لما يبقى جواه سمين ولا حمام ولا لحمه ضاني مثلا. بس هو تركي الكل قشطه بقى مثلا. ده شغل مختلف. جدا بتجيدي يعني حاجات. لا وبقول لك ايه، برام وعكاوي وحاجات كده. يعني انا النهارده عامله عكاوي في البيت. ما شاء الله جميل. فطار عكاوي. عكاوي لا عكاوي بالباميه يعني بالخضار يعني. اوكي. عادي حاجات بسيطة كده. أنا فاكرة من سنة كنت معانا وقلت هتعزميني أنا شخصيا وما عزمتنيش. أنت قلتي لي هجيلك أنت اللي ما اتكلمتيش. طب ماشي أنا جاية. طيب ضحكة مش ممكن معلش. لا اضحكي براحتك. والله من حقنا متأهلين إن شاء الله. حد يقول لي بس هبقى ممثل لو ضحكت ضحكة تانية غصب عني يعني. ما علينا. طيب عايزة أروح معاكي شوية لنادر بسيوني، فكرة هنا الأعمال بقى بتاعتك. في رمضانات فاتت كانت ندى بسيوني يعني زي ما بتقال كده في كل رمضان معانا ومسلسلات ومصر كلها بقى. ايام ما كانت مصر بتقعد هو مسلسل او اتنين ما بيتغيروش، ولما بيبقوا بيتذاعوا مصر كلها قاعده في البيت بتتفرج. خليني اروح معاكي للوقت ده، وبعدين دلوقتي لو نعمل نقله للدراما الحاليه ايه الفرق؟ وفي نفس الوقت هل بتشوفي ان الدراما والكتابه تحسنت ولا زمان كانت مختلفه برضو؟ ايه رايك بقى في السؤال ده؟ لا سؤال قوي. سؤال قوي زي بتاعه المهارات الفرديه. الحمد لله يا رب. الفاينل تاتش مش موجوده. نفس السؤال اللي في اول الحلقه سمعت. بس كان حلو. كان حلو بس ما تجاوبش عليه. عايزه اقول لك زمان يعني انت لو بتتكلمي فتره الهوانم طب اللي ما كانش فيه مسلسلات كتير، لكن من بعد الهوانم ده لسه لحد دلوقتي الناس بتتفرج عليه على اليوتيوب. لا طبعا بيحبوها الحمد لله. مش الهوانم بس، كل قطاع الانتاج كان بيعمل اعمال رائعه لما كانت الدوله بتنتج. انتاج الدوله يعني تصدير ثقافه. ما انت الثقافه دي عشان انت تعملي ثقافه في مجتمع مش لازم تكسبي فلوس. ومع ذلك بيكسب. ده انت تدفعي فيها فلوس. ليه؟ لانك بتبني مواطن. صح. لما رجال الاعمال تحكموا شويه في الاعمال ما بقوش بيفكروا فيما يقدم او ما ينفع، لكن بيفكروا هيكسبوا ايه، المردود الاقتصادي لهم. وعايزه اقول لك زي ما في الكوره ما فيش حاجه اسمها مش مهم الاداء المهم النتيجه، ما فيش حاجه اسمها. ده انا مع العكس. انا احب الاداء. لا ما هو الاداء كويس هو اللي هيجيب لك نتيجه حلوه. لكن تادي وحش وبعد كده هتعملي باتش وهتكسبي يعني ده حظ بقى. خلى مصطلح كمان يبقى مستجد في الفتره الاخيره، يقول لك ايه؟ يقول لك الماتش ده يعني يغلب ولا يلعب. ايه الكلام ده؟ يعني ايه ما لعبش؟ يعني ايه؟ يعني لو انا فريق اهلي هنزل ما لعبش، المهم ادخل جون وخلاص وهو ده المهم بالنسبه لي؟ لا، لان انا الاهلي اللي ليا 115 سنه تاريخ، اللي كل لعيب فخر وشرف بفانيلته، كل الكلام ده، هنزل العب اي كلام المهم اغلب؟ لا طبعا الكلام ده انا ضده يعني مش معايا. وكذلك ان انا اعمل مسلسل يبوظ لي فكري ويبوظ لي ماهيتي ويبوظ لي علاقاتي مع الناس، الاحترام، شوفي الايدنتيتي بتاعت المواطن المصري برضو طبعًا. على فكره يعني بس ده بقى يعني مش في فتره كمان الهوانم وبعد كده الالفينات بقى. الاعمال اللي اتعملت الكتيره للناس كلها اللي كانت حلوه قوي، ودلوقتي طبعا في اعمال كويسه. يعني مثلا الدوله لما تدخلت في الاختيار عمل توعوي مهم ان الناس تعرف ان الاجيال الجديده تعرف تاريخها. إيه اللي حصل؟ واللي احنا عايشين دلوقتي نعرف الحقائق عشان في ناس كتير مش عارفه الحقائق. صح. ولا زالت مغيبه، لا اعرفوا الحقيقه. الدوله لازم يبقى لها دور في الانتاج الدرامي والرقابه، مش على الحاجات السياسيه بس او على اللبس او على الحاجات، لا الرقابة لابد أن تكون على الفكر اللي بيقدم. لأن أنا ممكن أقدم لك فكر أبوظ لك دماغك خالص. لا وممكن تدسي سم في العسل وحاجات كتير بين السطور وإلى آخره. طب أنا عايز أسألك برضو على تفصيلة ليها علاقة بال
السوشيال ميديا قبل كده كذا مره بيبقى معانا ضيوف من نجوم النادي الاهلي السابقين، ودايما نسالهم من ضمن الاسئله اللي بتتسال، يعني بنسالها لهم، السوشيال ميديا نتج عنها واستجد بموجبها كتير من الامور اللي بعض ان ما كانش اغلب الضيوف شافوا ان هي اضرت بكره القدم. انا عايز اسالك نفس السؤال على الفن. زمان كان الوضع مختلف تماما فيما يتعلق بعلاقه الصحفي الفني، وكان الصحفي الفني من دول، وانت ست عارفين دارس بالظبط كده تمام، وبكل بقى تفاصيله من موضوعيه ومصداقيه الى اخره. السوشيال ميديا رخصت الغالي وغلت رخيص وقلبت اوضاع، صنعت الناس بلا هدف بصراحه، وغيرت بس ليها مميزات عام في كتير وغيرت من بس برضه ليها مميزات، كل حاجه طبعا ليها وليها، يعني هي ليها مساوئها وليها مميزاتها اكيد طبعا. اصل السوشيال ميديا تقدر تنجح لك برنامج وممكن تخلي برنامج ناجح يفشل، مش عشان البرنامج وحش ولا كويس، لا، علشان في شغل على ان دي تخصص شركات معينه انها تنجح عمل معين. ده طبعا مش البرنامج بس، انا عشان احنا في برنامج نقول لكن عمل مسلسل فنان ده شغل وتمويلات وحاجات، وساعات بيبقى تمويلات لحد معين لان هينفعهم في حروبهم على الانسان المصري وفكر الانسان المصري، فيبتدوا يبرزوا شيء معين علشان انا اعمل عنف في الشارع المصري، عشان اعمل فكره حاجه معينه. يعني انا دايما بقول ان ما ينفعش ان انا اعمل مثلا مدرس بيغلط غلطة كبيرة والأول مثلا مشكلة ممكن يرتكب جريمة، ما ينفعش. لو أنت في بلد عايز تقدر قيمة العلم يبقى أنت لازم توجه المجتمع لقيمة العلم وقيمة المدرس. اللي انت بتتكلمي عليه ده جدل أبدي من زمان قوي، كان طول عمره مرتبط يمكن بالسينما، طبعا الدراما بشكل عام، بس كان وقتها بيتقال أكتر على الأعمال السينمائية وعن المبدأ ذات نفسه. هل السينما مرآة للمجتمع بكل ما فيه من عيوب، بكل ما فيه من فقر، بكل ما فيه من تفاصيل مش لطيفة ان هي تبان، وجهة نظر تانية مغايرة ان لا، ان الفن ده والسينما اتعملت عشان تجمل الواقع عموما. خلينا يعني مش تجمل، نرجع اصل انت السينما والفنان مش فوتوغرافر، مش مصور، ما بيصورش صورة، ده بيبدع في الصورة. فانت لا، انت مش يعني مجاري، يعني جيب مجاري وهي دي الواقعيه. لا. ازاي بتتناول الموضوع حتى لو واقعي؟ هي لا، اللي انت مش مصور بالزبط. هنا انت هنا فنان بتتناول الموضوع لوجهه نظر مفيده. جميل، خلينا نقف هنا ونستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع بعديها نكمل كلامنا مع نجمتنا الجميله اللي منورانا النهارده في الاهلي في رمضان، نادى بسيوني. خليكم معانا. معي جميلة الطويلة الطويلة نهاوند والوسيم. يا سلام عليكي وعلى ذوقك، يا سلام عليكي وعلى ذوقك. جميلة ومش عارفة، قلت لازم برضه. طب انا عندي سؤال، اتفضلي. اتنين اعلاميين مهرة وفاهمين ودارسين وكل حاجة واشتغلتوا في التمثيل، تجربتكم في التمثيل. كريم طبعا انت ليك باع كبير في التمثيل ومثلنا مع بعض كمان، شرفت. ونهاوند برضو انت عملتي تجربة مهمة. انا عملت تجربة مع استاذ جمال العدل طبعا، نبتدي طبعا مع ليديز فيرست مع الجميلة نهاوند، اتفضلي. تجربتي مع التمثيل والله بقولك على حاجة بجد، انا اتعرض عليا كذا مرة ومن منتجين تقال جدا. التجربة اللي خطاها كانت مع استاذ جمال العدل، كان مسلسل في رمضان مع جامد جدا مع يسرى، الفنانة يسرى وشيرين رضا، كنت انا طالعة بدور مذيعة برضو، بس من ثلاث مشاهد خلوه 15 مشهد وفي لقطات بره الاستوديو. وقال لي بعد كده لو تكملي، بس كان مقارنه ما بين اعلام وسينما او يعني والتمثيل. انا ده معناه ان انت ابدعتي. والله اقول لك على حاجه، والله طلعت بعرف امثل. المذيعين دايما يقطعوا اللي بيتكلم. لا بس يعني والله يعني بس انا وقتها اخترت الاعلام، دلوقتي ممكن افكر اعمل حاجه بجانب الاعلام لو يعني تعرضت حاجه. نهاوند بتدي تصريح، احنا لينا فيلم مع بعض بقى ان شاء الله. خديني في دور معاك في الرعب ان شاء الله. فيلم رعب. وانت كريم؟ لا انا بصي، انا بتعامل مع الموضوع بمنطق مختلف شويه. يعني انا بتعامل مع الفن من زاويه الهاوي، هي هوايه اتيحت ليا فرصه
وكنت محظوظ الى حد كبير في كده ان انا اتيحت لي فرصه ان انا امارس الهوايه اللي بحبها ولكن مع محترفين، زي ما يكون مثلا حد غاوي كوره وتتاح لي فرصه انه ينزل في تقسيمه فيها كابتن محمود الخطيب وفيها كابتن كذا وكابتن كذا وكابتن، فده اتحقق معايا، وخصوصا في اعمال من عدت عليها سنين، يعني يمكن الاعمال الاتقل كانت اقدم شويه، بس اتيحت من خلالها فرصه ليا ان انا اقف قدام حد مثلا زي النجم نور الشريف مثلا، وانا إن كمان اتعامل مع حد مصرح زي الفنان يحيى الفخراني، ان انا يعني فدي دي, دي, دي حاجه ليها متعتها. وبس تاني ارجع اقول لك انا بتعامل مع الموضوع من منطلق الهوايه، ومش مدخل نفسي في حسابات المهنه، لان انت عارفه حسابات المهنه مختلفة صعبه قوي قوي، وعايزه تركيبه شخصيه معينه، فاهمه ازاي؟ وعايزه قناعات معينه. نرجع لكن فن جميل طبعا اكيد فن. شفتي لا حلو شفتي لا حلو والله. بس عايزه اقول لك اتفضل حاجه مهمه. لا انا عايزه اقطعك بس وخلاص بس كده. طيب لا بس ايه برضه، ما انت مذيعه. ايوه ما عشان كده ما قطعتك. لا هي ده استكمالا لكلام كريم والنقطه اللي كنا قبل الفاصل بنتكلم فيها، لان ليكي اعمال برضه، يعني اللي انا اعرفه ليكي فيلمين، واحد تقريبا انتهيتي من تصوير واحد تاني، ومناسبه افلام الرعب هم اصلا رعب برضو حاجه زي كده. كنا حتى بنتكلم الرعب هل ليه دلوقتي جمهور كبير، لان برضو الفكره اختلفت. ده هو الموضه الرعب بس عايزه اقول لك حاجه، هقول لك عارفه في حاجه اسمها قانون الجذب. انا فعلا بحب الاكشن وبحب الافلام الاكشن والرعب والحاجات دي، فحظي ان انا المسلسلات، يعني في مسلسل اسمه حلم حي ده خلص، ده اخراج حد اسمه كامبا مخرج واعد جدا، وده بيتكلم عن الدجل وانا المفروض بحارب الدجل. يا سلام. فداخله في الاجواء فده لطيف جدا. في الفيلم بتاع شبح ستانلي، شبح كوبري ستانلي، ده برضو في فكر صوفي ان روح بترجع. يعني بالاول بيبقى بني ادم موجود وبنتعامل معاه وكده، فالروح بترجع تساعد ناس معينه، فده برضو داخل فيه مش رعب ولكن فكر روحاني، يعني مش حدوته عاديه. هو ده حلو قوي، بس خطورته في انه لازم يتعمل حلو. لازم يتنفس حلو بالظبط، والجرافيك والحاجات. لا طبعًا. المخرج احمد عياد وسخاء الانتاج بطبيعه الحال، يعني لازم يبقى في سخاء في الانتاج عشان الانتاج ده يعني ان شاء الله. اللي يتصدى للنوع ده من الدراما المفروض انه عارف انه هيصرف عليه. بس انت دلوقتي الجرافيك ما بقاش غالي، الجرافيك بقى في ايد كل حد، حد شاطر موهوب الشطاره انه يبقى فاهم ودارس وعارف هو بيعمل ايه. الحاجه الثالثه اللي انا بعمله دلوقتي تصريح بالقتل ده طبعا اللي بتصوريه حاليا. يعني في مشهد، والمشهد ده انا بجد خفت، جايبينه المفروض انا يعني بيهددوني فعصابه معينه، فحطت لي جثه في السرير اللي انا نايمه فيه. جثه حقيقيه؟ جثه مدبوحه. الله. فانا المفروض ان في المشهد بفتح عيني ببص على الجثه المدبوحه دي. طب معلش انا يعني ليه؟ ما بصيتش على الممثله. ايوه بس ليه يعني؟ معلش ده علشان طالبين مني فديه معينه وانا ما ايوه بفعها. لازم يجيب لك جثه مدبوحه، بيخوفوني نوع من الارهاب يعني. ده دي بجد جثه؟ عمرو فهمي بقى كاتب، فهو ومدبوحة؟ عامل ارهاب. لا مش جثه طبعا، بني ادم. انا مستمتع جدا بالاسئله دي يعني. والله العظيم انا صدقت من اول ما قالت لك الله. ما هي اللي بتقول ولا اللي قلت جثه مدبوحه؟ جثه طبعا يعني بالمنطق. لا ما هو ممكن المخرج يقول لك ايه بقى، انا هجيب جثه حقيقيه عشان المشهد يطلع طبيعي. ازاي يعني وهيطلعوها ازاي الجثه دي من مش مهم بقى قبل ما تعدي على المستشفى يا شيخ. فالمهم الجرح والميك اب تامر ذهب طبعا ماكير رائع في الخدع والحاجات دي، هو ماكير فظيع. المهم عاملين الذبح والدم والحاجات، انا ما ببصش عشان بخاف من منظر الدم. ده انا بحب الاكشن وكده بس ما اشوفش المنظر ده جميل. فبفتح عيني بقى في المشهد زي المفروض بتقلب كده، فبلاقي حاجه فبتخض ببص، فرحت مصوته بجد. ايه ده، خفت بجد. المشهد ده طبعا كان مرعب. هنا انت بتلاقي الحكايه، هنا مش امكانيات، هنا مهاره. مهاره ماكير صح، مهاره مدير اضاءه، عامل لك الاضاءه ازاي، مهاره اخراج في ان هو يعني يعمل حركه الكاميرا ازاي. فمش كل حاجه محتاجه فلوس كتير دلوقتي. بس طبعا الانتاج الكبير
بيبان على الشاشة. كان لو إنتاج كبير جاب لك جثة حقيقية بقى. لا ده بقى في الفيلم بتاعك كان كلم بقى كلم وصى على جثة لسه طازة. لسه مدبوحة. طب دلوقتي على ذكر الحرفية، تعالي أسألك على حرفية الممثل بقى نفسه. هل زي الحالة بتاعت حضرتك إن أنت بسم الله ما شاء الله أنت عندك تاريخ من الأعمال الناجحة، سينما وتلفزيون وإذاعة واشتغلت اشتغلت معاك قبل كده في مسلسل إذاعي، هل الاحترافية اللي بتتحقق من خلال كتر الممارسة بتاخد من العفوية شوية؟ يعني الواحد بيبقى مهني داخل مثلا مشهد معين والمشهد ده محتاج انفعالات معينة يلزمها صدق، هل الصدق ده بعد فترة طويلة من الممارسة ممكن يتحول من صدق تلقائي إلى صدق حرفي جاي من على فكرة الممارسة؟ أنا عارفة أنت بتتكلم على مين. لا لا والله أنا بتكلم في المطر. لا في حد فعلا في رمضان قالوا عليه كده السنة دي. طب أنا هقول لك حاجة. التمثيل ده مدارس، في ناس مدرستها التكنيك اللي يوصل للإحساس أو يوصل لشكل الإحساس في الكاميرا، وممثلين كبار جدا جدا ونجوم في السينما المصرية والتلفزيون المصري حرفيين صناعية زي ما بيقولوا، صناعية لدرجة انك بتصدق يعني لدرجة الصدق. دي مدرسة، وفي مدرسة تانية مدرسة الإحساس اللي هو بيمثل بإحساسه، يوصل الإحساس الصادق يوصلك للتكنيك الصح. أنا بقى من مدرسة الإحساس مش التكنيك، رغم ان انا خريجه فنون مسرحيه ودرست دراسات كتيره ودبلوم وتمهيدي ماجستير ودبلومه اخراج وكل الكلام ده، يعني دارسه التكنيك كويس، ولكن انا من مدرسه ستانسلافسكي اللي هي مدرسه الاحساس اللي يوصل للتكنيك. لما تحس صح، انا دي وجهه نظري في التمثيل، هتمشي صح، صوتك هيطلع صح، صحيح طبعا، دموعك اللي بتنزل هتنزل صح بالمقدار المظبوط. دايما انا بدي المثل ده، لان الدموع اللي بتنزل وانت بتضحك غير الدموع طبعًا اللي بتنزل وانت متالم، غير دموع الفرح، غير دموع الغيره، غير دموع ان حد عزيز عليك قوي قريب مات او حد بعيد مات، غير الدموع ان عندك صداع وموجوع فمدمع. يعني مقدار الدموع الاحساس اللي بيحدده، لكن التكنيسيان اللي هو بيشتغل بالتكنيك بيحط جريسلين فالدموع بتنزل بشكل محدد. طب انا عندي سؤال، هو يعني معلش خلينا نتكلم بصراحه شويه على الساحه حاليا، انا هتكلم حاليا، شفنا كتير نجوم اصبحوا نجوم، اشخاص اصبحوا نجوم ومش دارسين هذه المهنه، وبيتقال برضو الموضوع ملوش علاقه بالدراسه زي الاعلام، على قد ما ليه علاقه بالكاريزما وبالشطاره وبالمذاكره وغيره. في الفن في ناس ظهرت جدا ونجحت ومش دارسه ابدا حضرتك بتقوليه ده، في الاجيال الحاليه ومنهم نجوم سوشيال ميديا وطلعوا بقوا نجوم دلوقتي في السينما او في الدراما والناس حبتها جدا. لا ملهاش علاقة. ده ازاي بقى؟ لا 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 الدراسة، أنا بقول لك أنا دارسة تكنيك ففاهمة التكنيك. لا بتقيمي ده ازاي دلوقتي؟ لا لا، طب عادل إمام مش خريج كان زراعة تقريبا زراعة يحيى الفخراني العبقري بدون ألقاب، يعني العبقري في التمثيل طب ملوش علاقة. بصي أنا هقول لك حاجة، الموهبة بلس تمثيل بلس دراسة بتثقل وبتخليكي يعني اكيد بتكسبك مهارات معينه، ولكن الموهبه الحقيقيه بتفرض نفسها، ملهاش علاقه بالدراسه. طب انا هقول لك حاجه، انه ممكن جدا يبقى حد موهوب ومش دارس ولكن مثقف دراميا بيقرا. ما هو التمثيل ده انت ازاي انت بتعملي كل الشخصيات، عشان تبقي عميقة في الشخصية اللي انت بتعمليها دي بتقولي الكلام بس ولا بيبقى لازم عندك معلومات عليها؟ طبعا في حد مش دارس، احنا بنتعلم، احنا مش بيعلمونا نمثل ازاي لكن بيدلنا المفاتيح اللي تعرفي تمثلي بيها، ان انت لازم تبحثي بالشكل ده،
تدرسي أوكي. الشخصيه بالشكل ده. طب انت بتمثلي بتبقي ندى بسيوني في يعني معلش عشان السؤال ده انا نفسي عايز اعرفه، الممثل المفروض لما بيقوم بدور، انا دلوقتي بقول لو نهاوند او انا ندى بسيوني في الموقف ده هعمل ايه، ولا بقول لا انا بفصل نفسي خالص وبقول الشخصيه دي هتعمل ايه؟ يعني رد فعلك بيبقى ندى لو في الموقف، ولا انا بشيل ندى اصلا من حسباني؟ لا طبعا هو انا اللي في الموقف، لان انا في الموقف ممكن اتصرف غير تصرفات الشخصيه. وغالبا هو انا مش الشخصيه، هو انا حد تاني. فبتفصلي تماما كومبليتلي يعني. بالنسبه لي يعني انا مثلا هقول لك حاجه، بالنسبه كان في مسلسل من الحاجات اللي بحبها قوي، البحار موندي في 2000 وحاجه، البحار موندي ده 2004 2003 كان في الفتره دي، كانت اول ما ابتديت بقى ايه خلصت الهوانم وابتديت اخد بطولات لوحدي. المشهد الاولاني اللي اتعمل في المسلسل ده انا حاسه الشخصيه وعارفه ملامحها ورسمه شكلها، وقصيت شعري على جرسون خالص خواجايه، هي كانت في يعني في زي كامب حاجه كده. المشهد ده انا مش عارفه يعني عارفه وحافظه الكلام وكله وحاساه، دخلت قدام الكاميرا اكشن بقول الكلمه، طلع صوتي مش صوتي زي كده، طلع صوت الشخصية. يعني زي ما تقولي إيه جن الشخصية بيطلع لما ناس بتقولي كده، أصل زي الوحي اللي بيجي للإلهام اللي بيجي للشاعر فيكتب. أنت كممثلة لما بتبقي خلاص عايشة الشخصية بيطلع، هو ده اللي بكلمك عليه، تحسي صح التكنيك بقى، الصوت ده صوتها لازم يطلع عامل كده، حركتها لازم تعمل كده، مش حركة ندى، أنا مثلا واحدة سريعة وبتكلم وبتحرك كتير، لكن الشخصية دي رقيقة وهادية بتطلع زي ما هي. حلو قوي. ده بعد سنين خبرة بقى طبعا. لا خالص، ده ما كانش فيه سنين خبرة خالص. أوكي. ده أنا كنت يا دوبك عاملة الهوانم وطلعت. طلعت بس كنت متألقة بقى. نقول لك إن للأسف للأسف وقتنا خلص. للأسف. ما نطول طيب. يا دوب نلحق نشكرك جزيل الشكر ان انت نورتينا النهارده واسعدتينا بوجودك، وبنتمنى لك يا رب كل التوفيق في الاعمال اللي هنشوفها قريب ان شاء الله. ميرسي، وان شاء الله ال11 يا اهل. ايوه ال11 هو حلو انك معانا واحنا بنحتفل ب 115 سنه. طبعا. يا زين ما اخترنا. لا وكمان النهارده عيد اقباط مصر، بنقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وكمان شم النسيم. شم النسيم بكره. يعني طبعا. كل الاعياد احنا ليلتنا عيد كلها. بالظبط. نشوفك على خير ان شاء الله، والعزومه لسه عند كلمتك. ايوه بالظبط. نشوف حضراتكم على خير. برضو هرجع اقول تاني، احنا مش عارفين الحد الجاي هنكون مع حضراتكم ولا لا، لان تقريبا هتكون خلاص الوقفه، اكيد هنعرف خلال الاسبوع ده، بس على كل خير، على كل حال نشوفكم على خير ان شاء الله، وحلقه جديده ويا 10 الصبح في اهلي. أيوة. يا الاهلي في رمضان. صحيح.